هند، أهلا وسهلا. الإمارات بين الماضي والحاضر لم يكن لها وجود في فترة الستينات، إلا أنها الآن قبل الستينات كانت جرداء وصحراء قاحلة تحرق شمس الصحراء. كان اقتصادها مبني على استخراج اللؤلؤ. كانت مجازفة خطيرة برمي شبابها في البحر من أجل لقمة العيش بدون أدنى شروط السلامة. الآن أصبحت من أكثر البلدان تطورا في العالم. أصبح الإنسان الإماراتي يقول أنا إماراتي، يفتخر. فرص العمل في الإمارات المتحدة هي حلم لكل مهندس في العالم. تحقيق الذات، ثراء، كل شيء، مشاريع خيالية. كذلك هي واحدة من الدول الأكثر استقراراً على مستوى العالم في التاريخ الحديث، إضافة إلى ريادتها في المجالات الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي والأمن. أبهرت الإمارات العالمية العالم بتقدمها في جوانب عديدة، قدرات هائلة على تنظيم الفعاليات الكبرى ومشاريع ضخمة، وضعتها كنموذج عالمي للتميز والرخاء. لا ننسى إكسبو، أدهش الجميع وأشاد به القاصي والداني حول العالم، فقد ضم المعرض أجنحة ومرافق لم يسبق لها مثيل في فخامة الإنشاءات والرقي والتصميم العالي، إضافة إلى عدد المشاركات الغير المسبوقة. إذا اجتمع العالم كله في دولة الإمارات، بلدك وتنتمي له، تجد بلدك وسط الإمارة. صحراء قاحلة إلى جنة مياه. كان في القديم مثل يقال بأن كنديروا الطريق في البحر، الآن العكس، أصبح البحر وسط الصحراء، كلها مياه. في سنة 1971 قرر حكام 6 الإمارات المتصالحة التي تتكون من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم قوين والفجيرة تكوين الإمارات العربية المتحدة. ليست من أجل الحاضر فقط، بل تستبق الزمن الحاضر والمستقبل بقوة وثيقة في نموذج نادر عالميا، ولن تنتظر الظروف العالمية أن تصنع مستقبلها، بل صنعته بنفسها وسبقت أشقائها من الدول المجاورة الخليجية التي لها قدرات أو موارد ربما أكثر من الإمارات العربية المتحدة. قيادة أو ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة هي قيادة حكيمة راشدة بعيدة عن كل ما يعرقل تنمية البلد، مما ربما حروب.
عندما يأتي المساء ونجوم الليل تنثر عندما تبدو النجوم في السماء مثل الليالي اسألوا هل من حبيب عنده علم بحالي كل نجم راح في الليل بنجم يتصور غير قلبي وهو ماذا آل على الأفق محير. I love you دبي. هل دبي تستحق الحب؟ ما شيء. دبي هي المدينة التي ينطبق عليها كلك على بعضك حلو. تتميز بأسواق أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة حي الكل اتفق على أن مساجد دبي أجمل مساجد في العالم، يعني جمالها فاق مساجد السعودية التي يحج لها العالم. جميلة جدا، مسجد الكبير ومسجد الجميرة ومسجد الشارقة أو مسجد النور ومسجد البادية ومسجد، يعني مساجد جميلة جدا وبطرازات مختلفة بتصاميم مغربية، بصومعة مربعة الشكل، بزخارف أندلسية. نجد كذلك مساجد بالطراز العثماني، مساجد بالشرق يعني المصري. تختلف أنواع المساجد، جمالية فاقت الوصف. Thank you.
فيها مخدع للملابس أو عبارة عن فيستيار لتغيير الملابس عندما تريد السباحة. قتل الوعد نفسه حسدا منك والقادمة بوجنتيك والفراشة ما نتمنى هذا الفيديو يكون نال الإعجاب ديالكم. شعار القناة لا للتفاهة لا للميوعة نعم للإفادة. إلا عجبتكم القناة بطبيعة الحال اشتركوا فيها وفعلوا الجرس وهين تحييكم. ولما حدثت الأنساب عن شفتيك.